فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صلى الله على محمد. عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع يعني خفض فيه يعني حقر من أمره ورفع أي رفع من ذكر خطورة خروجه فخفض فيه ورفع حقره لذاته كدجال ورفع من شأن خروجه وعظم فتنته حتى ظنناه في طائفة النخل يعني خروجه قريب جدا فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر الخوف على وجوههم فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم يعني إن خرج الدجال وأنا موجود بين أظهركم فأنا له أتصدى له وأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم أي كنت قد مت فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه أي الدجال شاب قطط أي شعره مجعد ليس شعرا ناعما إنه شاب قطط عينه طافئة طافئة يعني لا نور لها كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن رجل من المشركين يعرفه العرب وتعرفه الصحابة فقرب لهم الصورة بأن الدجال يشبه عبد العزى بن قطن فمن أدركه أي أدرك الدجال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أخرجه مسلم.